صباح الخير، صباح النور، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم واحوالكم بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي نهار جديد. اليوم معايا جوري وعمر، ما راحوش يقراو لانه عندهم 3 ايام وهما مرضى. فالحمد لله على كل حال، بكم فوتنا هذا 3 ايام من اصعب الايام. الحمد لله يا ربي ارتاحوا شويه، وانا ديجا شغل انا شوفوا كي مرضوا ولادي ولينا مرض موراهم. فالحمد لله راكم عارفين الشتا ولا قريب. صباح الخير، صباح النور، وش صباح النور، وش راك، وش راكم لاباس؟ الحمد لله. انا نحبكم نحبكم شوف وانا زمان دودة، عندي سبايدر مان ودودة وبوجي طمط. بوجي اللي يحكي لكم على الالعاب. وانا عندي كورة وخيمة. ان شاء الله حبيت بارطاجي معكم هذا الفيديو البنات، نشوفوا واش راح نديروا. شوفوا اول حاجه محمود قال لي بصراحه عنده شحال، وهو يقول لي خلينا كما تعرفوا بيت شيخي دايرين فوق الدجاج ودايرين الارانب فوق السطح، هما يربيهم نورمال فوق السطح عندهم، فدايرين ارانب ودايرين معزات ودايرين الفراخ الدجاج. قال لي شحال من مره ويقول لي خلينا احنا ثانيين نشري ونحطوا. يعني انا مانيش مالفه نوكلهم ولا مالفه نتعامل معاهم ولا مي، عندي عجوزتي تموت عليهم. شوفوا تحطوها الفوق تبقى غير هكا تفرج توكلهم دير لهم كلش. فاليوم قررت ان شاء الله قال لي روحي جيبي لنا شويه، نروح انا وهي هي للسوق نختاروا، لانه السوق يكون الصباح كيما على بالكم يجيبوا هذوك الفراخ وتخيروا. تسلمنا البارح في الليل قالت لي غدوه صباح نروحوا، نروحوا اذا لقيت البط نخير البط، نجيب شويه بطات زوج بطات ولا، ونجيب شويه تاع الفراخ نربيهم امو يكبروا لي شويه يوليو يبيضوا يوليو يجيبوا لي بيضات. اول حاجه نفطر ومن بعد نروح ونشريو ونجيو نشوفو واش راح ندير. وهنا اول حاجه كيما كتشوفوا درتها، فطرت وليداتي ومن بعد وليت فطرت انا هنا وجدت فطور. عباكم كي نوض هكا عندي مورال طالع وتلقوني نوجد الفطور، نوجدو بكل هدوء وفرحانه به. اما مرات هكا نوض تلقوني غاكش ما ناكل حاجه خفيفه برك، ما عنديش الطاقه ولا ما عنديش هكا حاجه باش نوض نوجد هكا حاجه كيما هكذا. كملنا ورحنا للسوق. انا عجوزتي كيما كتشوفوا هي اللي تختار باسكو هي اللي تعرف لهم. شوفوا كاين البط كاين، سبحان الله يعجبوني هذو بزاف. صبروا المره الجايه نولي نصورهم لكم ان شاء الله، داك هو يكبروا شويه نصورهم لكم. اول مره نجيب، يعني كان مرات يقول لي نجيبو وانا نقول له انا راني ما نعرفش نتعامل معاهم، يعني مانيش مالفه هكذا. مي هذا المره قلت والله غير خلي يبيضوا شويه بيض هكذا. هنا بعد ما كملت روحنا واش لقيت، لقيت في السوق الطماطم لقيتها بريم مليح، يعني لقيتها رخيصه، وزيد لقيت هذا الحمراء طريه المليحه، قلت والله غير ندي 3 كيلو ولا 4 نخدمهم ونطيبهم ونخبيهم في الكونجيلاتور نحتاجهم. هكذا كي تكون الطماطم رخيصه ولا حاجه كيما كانت اللي نقدر نخبيها هكذا نحتاجها، خصوصا بما انه رمضان جاي، يعني انا على بالي بلي نخرجها قبل رمضان. مي كل مره ان شاء الله كي نروح ونلقاها هكذا رخيصه مليحه نولي نشري منها ونخزن نحتاجها، يعني خصوصا نشوفوا في رمضان انا كنت ما صراحه ما كنتش نخزن. مي كي نطيب بيتزا ولا هكذاكم على بالكم نطول فلاصوص هكذا، خصوصا مع التصوير راه يدي وقت بزاف ونبقى نهار كامل وانا في الكوزينه لاصقه. فنوفر على روحي نشري ونخبي نحتاجها. كيما المرات اللي فاتوا البنات القارص كان يدير غير 10 جنيه، كنت راح نشريها، قلت ولا غنشري شويه نخبيه نحتاجو. ومن بعد وليت ما شريتش. البارح كي رحت للسوق وليت رحت نشري لقيتو ب20 طلع 10 وحده اخرى تما زاد، قلت يا ريتني شريت شويه وخبيتهم. ما ديروش على صوتي باسكو راني انا ثاني مغلوقه خلاص. دائما كي يمرضوا لي ولادي نولي انا نمرض موراهم لانهم يعديوني. مي الحمد لله اهم حاجه انهم يرتاحوا هما الاولين، نطمن عليهم بعد نمرض انا. مام اناني ما نمرضش خلاص، بصح كي نمرض ندي واحد المرضى كبيره. اما العام اللي فات كي كنا في الجزائر كيما على بالكم فوتنا الشتا في الجزائر، كنت كل ما نخرج نروح مريضه، كشغل تعودت على الجو تاع مصر والله ما نعرف كيفاه. ومن بعد كي وليت عندنا الصيف راكم عارفين الصيف بارده بزاف، فكشغل جاني جو كتبدل عليا، كنت كل ما نخرج نروح مريضه. المهم انا جبت كميه تاع طماطم كامل، قطعتها كيما شفتوا غسلتها مليح قطعتها، ومن بعد زدت عليها الملح
وما زدت لهاش الماء لانه من بعد تطلق الماء تاعها وحدها، وحطيتها فوق النار، نقصت لها البنات نص وسط الغاز وخليتها طيب بعقلها حتى طابت، ولقيتها كي تحركوها تلقاوها خلاص طابت، هذاك الماء ينقص ما يبقاش هذاك الماء كيما كان. نولي نطفي عليها ونضربها ندير لها ميكسر ولا كل واحد وين يرحيها. هذه الكميه يعني جاتني كميه شويه مليحه، فتحمست كي شريتها وطيبت عباكم اللي تحمست، قلت هي المره الجايه كي نروح نزيد للكازيت نعاود نشري ونخبي. مازال ثاني الفريز، دوك الفريز كي ينقص دوك خرج عنده تقريبا واحد الشهر ولا هكذاك شهر ونص الفريز، دوك مع الوقت يعني واللي ينقص شويه في البري واللي يطيح واللي عادي، ياكم على بالكم كي تخرج حاجه تخرج اصلا شويه غاليه، مي مع الوقت ولي يطيح. نولي ثاني نخزن الفريز، كنت شريت جبت هنا الفريز ثاني لقيتو هنا كي جبتو ملفه، كنت نجيب هكا مغلف يفرزوه كيما نقولوا يخيروا الحبات الملاح هذوك يحطوهم في طبسي ويبيعوهم لك. مي هنا شريت طول كيلو هكذاك وحده يعني هزيتو لي وحدي، هذه يسميوها فراوله بلدي، فجايه الحبه كبيره وجايه حلوه على الاخرى، هذه يسموها فراوله بلدي، اسم الحبه تاعها كبيره ماشي كيما الاخرين تجي الحبه مسقمه تاع ديكور تزيني بها. هذه قلت انا نغسلها نقطعها ونخبي منها ثاني كونجلي، نحتاجها في رمضان مادام نشربوا الجي بزاف في رمضان، لانه حاليا ماشي حاليا من نهار بدات المقاطعة رانا محبسين كيزوز خلاص، لأنه هنا تلقاو غير هذيك الكوكا تلقاو فانتا تلقاو هذوك المقاطعين، كاين غير واحد الكيزوز تاعهم مي ناقص في الأسواق بزاف، فما راناش نجربو. هذه أحسن حاجة درناها أنه بالنسبة للمقاطعة، وبالنسبة لثاني الحاجات أخرى أنه بطلنا الكيزوز، لأنه كنا مدمنين كوكا كولا هنايا نشربوها بزاف بكميات، مي الحمد لله اللي حبسناها، هذه أحسن حاجة درناها. واليوم قررت اني ندير حاجه حلوه، المهم على جال الوليدات، وثاني انا تشوفوا مع الشتاء في الشتاء انا في الليل نسهر نحب ناكل، دائما نحب ناكل هكا حاجه حلوه والله. المهم راكم عارفين الشتاء اصلا يجوع، بما انه راني قاعده مريحه قلت ندير حاجه حلوه، راح ندير المشقق، شفتوا في الفيسبوك دايرينو، المهم شهيتو بزاف بزاف هكا من لي فوتو هكذا، قلت والله غنوض نديرو نجربو. المهم انا راح نديرو هنا بالفلون تاع الفريز، بما انه عندي فلون فريز جبتو معايا متزاير، تجي غير بزوج بيضات هذا ما كان، وما فيش مكونات بزاف يعني زوج بيضات زوج مغارف سكر فلون تاع فريز، ويجي فيه الزيت والفارينة وخميره، ما فيش هذوك الحوايج يعني بزاف تقدروا ديروه اي واحد يقدر يديروه في دارو، المهم تحتاجي غير زوج بيضات وزوج بيض تاع فلون فالي. انا بما انه مع فلون فريز انا راح نستعمل الفريز، كاين يديروا القارص كاين كل واحد والذوق تاعو، فبما انه انا ما عنديش هذوك البيض الاخرين هذوك الصغار، فعندي هذا الكيس راح نستعمل هذا الساشيه دوك غدوا ان شاء الله الوليد. عباكم شحال هي الساعه؟ العشرة ديجا رقيت الوليدات لانه ان شاء الله هريحوا، قلت غدوه ان شاء الله نبعثهم يقراو في لاكريش، فقلت خلي بما انه راني قاعده ومريحه ندير لهم باخذ وقت صباح كي نضيف فرحوا بي، نحب نفرحهم هكا عباكم، رده الفعل تاعهم هذيك هي اللي تفرحني، جوري تبقى تقولي واو يا ماما شكرا، عمر ثاني يقول يا شكرا يا ماما حاجه حلوه. هنا بالنسبة للمكونات، أول حاجة استعملت زوج بيضات، يجي غير بزوج بيضات وقرصة تاع الملح، هذيك أول حاجة ضربتهم بالباتر. هنا البنات أنا درت فلون، تقدروا تستعملوا زوج علب من الصغار، أنا هنا كي عاد ما عنديش درت ربع مغرف فلون من هذا الساشي، حركتهم طلعتهم مليح مليح مع بعضهم حتى يذوب هذاك الفلون للسكر اللي فيه، تشوفوا ذاب كامل، ومع تكملوا المكونات الاخرين. يجيب مكونات بسيطه موجوده في كل دار وتفرحوا بها وليداتكم، حبيت نقول لكم بلي يعجبهم بزاف بزاف. الحمد لله اللي صلح لي خرج هايل، خصوصا محمود عجبو هايل يشرب به الشاي، فقلت له كي يكمل نعاود ندير لك واحد اخر من بالك نديرو بالقارص. هنا بعدها درت زوج مغارف تاع سكر اسمها زوج بيضات، زوج علب فلون فريز، قرصه تاع الملح، زوج مغارف كبار تاع السكر، ضربتهم مليح حتى يطلع هذاك البيض تاعنا مع هاد الحوايج، زدت عليها ديروا نص كاس زيت نقصوا منه حق صبع، نص كاس زيت نقصوا منه حق صبع، زيدوها ثاني زيدوا اضربوا مليح، وزوج مغارف تاع نشا،
وزيدوا معها زوج كيسان فرينة. البنات بالنسبة للفرينة حطوا كاس واحد وزيدوا بالنص يعني حتى تشوفوا الكمية تاعكم. هنا أنا درت مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات. بغيت نقولكم فرينة هي نورمال زوج كيسان ونص، مي أنا الفرينة تاعي جبت لي غير زوج كيسان، هذا ما كان لأنه كل واحد والفرينة تاعو كيفاش دايرة. كم كنت حطوا طول قدر تجيكم العجينه يابسه بزاف، مي حطوا بشوي، حطوا كاس ومن بعد زيدوا نص وشوفوا اذا مازالت تحتاج ولا ما مازالتش. هنا كملت جبت هنا الميزان، ندير بالميزان باش يعني يجوني الحبات كامل كيف بعضهم، درت فيهم 30 فنوزنهم ومن بعد نديرهم كويرات ونمرغدهم في سكر كلاصي، يعني سكر كلاصي مرغدتهم فيه ونحطهم في لي كيسات باش يطيبوا. نتوما تقدروا تحطوا في لي كيسات تقدروا ما تحطوش، كل واحد كيفاش يحب، يعني اللي موجود عندكم في الدار استعملوا اي حاجه سهله وخلاص. تقدروا من ابسط حاجه تقدروا تخرجوا حاجه هايله. هذه هي كورتهم كاملين. انا جاني هذا البلاطو كيما راكم تشوفوا وجاتني ثاني صينيه واحده اخرى مدوره، يعني طيحت لي كميه مليحه والله ما حسبتهم شحال، مي طيحت لي كميه مليحه. شوفوا تقريبا هكذاك واحد 25 حبه ولا 30 حبه. من الفوق استعملت انا كان عندي شريط كاوكاو هكا قيس 10 الف كاوكاو ولا برك وحطيتهم للتزيين من فوق. تأمنوني بلي انا في البقلاوه ناكل الكاوكاو نورمال، مي هكا كي يكون غاطو من الفوق فيه كاوكاو هكذا كيما راني غرستها ما ناكلهاش هذه الكاوكاو، نمدها لولادي ولا ما نحبهاش. بصح في البقلاوه نموت على الكاوكاو ولا مثلا مخبز ولا هاد الحوايج ناكلهم، صح كي يكون هكذا من الفوق ما على باليش علاه ما ناكلوش. هذه هي كيما تشوفوا شعلت الفور، الفور خليوه 160 ل 170 درجه ما تزيدولوش بزاف يطيب بعقلو باش يجيكم مشقق. اهم حاجه الفور ما يكونش سخون بزاف هكذا باه يخرج لكم المشقق تاعكم يتشقق لكم كامل. هذه هي الصينيه الثانيه اللي جاتني. هذا وين كملت البنات، حطيتهم يطيبوا بما انه رقدوا وراني وحدي سما دوك نستنى حتى يطيب المصمص هذو كله مع لانه نحب نغسلهم يعني قبل ما نخليهمش حتى للصباح اي حاجه، ما نحبش نخليها للصباح باش الصباح نلقى هكا الدنيا نقيه نظن وجد فطوري بعقلي كلش. راني متحمسه نستناه وقتها يخرج باش نشوف الشكل تاعو كيفاه جا. تصدقوني بالك نروح ندير جي وناكل لي هكاك حبه ولا زوج اذا لقيتهم يعني لتحت نايضين نهبط لهم بيتشيخي، اذا لقيتهم راقدين نولي حتى الغدوه ان شاء الله يعني نهبط لهم الصباح. غدوه نهبط لهم لازمني نذوق. انا شوفوا عندي قاعده اني كي ندير حاجه نذوق لانه اول حاجه نحبهم بزاف يعني تكريما، ثاني حاجه يشموا الريحه مادام اني هما لتحت وانا الفوق فاكيد نطيب حاجه يشم تكون الريحه تاعها خارجه، حتى ومش خارجه لازمني نذوقهم. هذه هي العاده تاعي من نهار جيت وان شاء الله ربي يخليها ان شاء الله يا ربي، يعني هذا ما نكسبه فربي يحفظهم ان شاء الله ويخليهم. عباكم كبيلة انا مريحه. ابويا واش قال لي، قال لي توحشت الفيديوهات القديمه اللي كنا نصوروها تاع قبل راهي تكون 3 سنين. والله قلت له ايه يا ابويا 3 سنين لا 4. جبت له هكذا قعدنا نجبدو في الفيديو هكا ونشوفو، قال لي هذا انا. شغل تشوكا في روحو قال لي هذا انا اللي يعني نهضر. قلت له وريت له فيديو كان داير طعميه، فيديو تاع فطير ميشلتيت، فيديو تاع كروم فيديو، فلقينا واحد فطير ميشلتيت. قال لي عندنا وقت ملي درناه قال لي ديجا راني سخفت عليه، قال لي واش رايك نروحو نشيو الزبده وغدوه ان شاء الله نديروه ونزيدو نصورو فيديو. قلت له صح ابويا، قال لي ايه، قال لي نتشهيت وديجا نروح نشري عسل اسود ونشري طحينه ونجيب معايا الزبده لانه يجوزوه بالعسل الاسود والطحينه كي اللي يديروا بالفرماج كل واحد وكيفاه. قال لي غدوه ان شاء الله نصوروها. قلت له دبر راسك، راح يصلي العشاء جاب لي الزبده معاه وجاب ثاني الطحينه والعسل الاسود وقال لي غدوه ان شاء الله نديروه ونصوروه. فان شاء الله غدوه ان شاء الله نصور لكم فيديو معاهم بما انه يعني هو يحب هكا التصوير يحب يحكي هكذا خلي على راحته. ربي يحفظه ان شاء الله ويبارك فيه ان شاء الله يا ربي ويطول في عمره. راني نستنى فيه يتشقق، اختي يتشقق ان شاء الله يبارك يتشقق ويخرج. وبعد ان شاء الله شوفوني شاركت معكم الوصفه اذا خرجت مليحه راح نبارطاجيها معكم، اذا ما خرجتش الوصفه مليحه اختي ما بارطاجيهاش معكم ابدا ما نحطهاش في اليوتيوب. وترقبوا النتيجه الاخيره. شوفوا لي النتيجه كيفاش خرج. فرحت به بزاف عليكم من شفته هكا وطليت عليه لقيته تشقق. ف
فرحت به بزاف، من في الذوق تاعو جا بزاف هايل. جربوه ما تندموش عليه، طيح لكم حبات، قلت لكم 31 35 حبه. جربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش تحطوا لي لايك على الفيديو، ابوني للقناه، ومرحبا بكم جميعا. فشكرا لكم بزاف على دعمكم، شكرا لتعليقاتكم الجميله، ربي يحفظكم. شوفوا هنا قسمت لكم حبه كيفاش يجي، يجي بزاف هايل، ويجي يتقرمش هكا، ماشي يتقرمش يابس، يتقرمش. هنا بعد ما كمل طيبته كامل، جيت خبيته في هذه، حبيت نحطه هنا باش الاولاد من يحبوا ياكلوا يجبدوا منها، نحطوا هكذا فوق البوطاجي ويجبدوا منها. فشكرا لكم دعمكم، شكرا لتعليقاتكم، نقولكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.